هنروح مع حضراتكم من أستراليا، من شرق العالم إلى غرب العالم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان التصويت بدأ طبعا حسب فروق التوقيت في أستراليا من ساعات، فلسه حتى الآن لم يبدأ التصويت في الولايات المتحدة. طبعا في فرق في التوقيت، لكن جالية مصرية كبيرة جدا، من أكبر الجاليات المصرية الموجودة في الخارج بالجالية المصرية بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، في استعدادات خاصة للمصريين في مختلف الولايات للمشاركة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية. معانا عبر زوم الأستاذ عصام يوسف، نائب رئيس اتحاد المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير على حضرتك أستاذ عصام، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير بتوقيتنا ومساء الخير يا فندم. عندكم. أهلا وسهلا بحضرتك. كلمنا عن استعداد الجالية المصرية في الولايات المتحدة للتصويت في الانتخابات الرئاسية. والله أولا أنا أحب أهني الشعب المصري في بخصوص طبعا الانتخابات المصرية بالخارج. احنا هنا عندنا طبعا في أمريكا، أحب أوصف على الأقل مبدئيا، احنا عندنا في عرس انتخابي كنا كلنا متوقين لهذه اللحظة لنعبر لمصرنا الحبيبة مدى حبنا وعشقنا ليها، إن احنا على الأقل عندنا حقنا نقدر نضلي بأصواتنا، حقنا الدستوري اللي نقدر نحدد اتجاهات البلد. صوت المصري في الخارج غالي جدا جدا، وبنشكر طبعا كل الأجهزة الحكومية في مصر والدولة المصرية بكرست كل الإمكانيات لتسهيل الإجراءات للمصريين بالخارج. في بس في عجالة سريعة جدا يا فندم، أقول مصرنا غالي علينا، ودايما المغترب في خارج مصر نظرته بتختلف كلية عن تفكير المصري بالداخل، داخل الوطن. احنا حبنا كبير قوي قوي قوي، وي ار ويلنج نقدر ندي كل حاجة لبلدنا الجميلة مصر. صحيح. احنا طبعا دلوقتي فرق التوقيت عندنا في امريكا، طبعا انا في ولاية نيوجيرسي، احنا كنا الفترة السابقة كنا عاملين تجهيزات على مستوى عالي جدا الثلاث اربع اسابيع اللي فاتت، من عملية توعية، عملية لقاءات، عملية اجتماعات، مؤتمرات مع بين المصريين عشان نوعيهم ونحاول نحثهم على ان هم ينزلوا للانتخابات. طبعا طبعا احنا عندنا عارفين وحاسين تباعد الولايات، احنا في قارة تانية خالص. صحيح. يعني لكن انت تتخيلي حضرتك بتتعاملي مع مصريين في 50 ولاية. ولاية، والولايات متناثرة، يعني بين كل ولاية ولاية طيران ممكن تسافرها حوالي خمس ست ساعات ده طيران. هيخليني أسأل حضرتك أستاذ عصام، يعني طبعا اتفضل. 50 ولاية، ولايات متفرقة، هنا دور اتحادات الجاليات المصرية في الولايات المتحدة أنها تقرب المصريين ما بين كل هذه الولايات إيه، وإزاي بتعملوا على تنظيم مثل هذه الرحلات لو في مقرات أو للبعثات الخاصة بالعملية الانتخابية، ده بيتم إزاي على الأرض بالتنسيق ما بين المصريين الموجودين في كافة هذه الولايات؟ هو هوضح لسعادتك، احنا في امريكا، قاره امريكا كلها بالكامل، عندنا خمس مقرات دبلوماسيه، اللي هي طبعا القنصليه المصريه موجوده في نيويورك، صحيح، السفاره المصريه والقنصليه برضه تعتبر في واشنطن دي سي، من خلال لوس انجلوس، شيكاغو، هيوستن. طبعا حصل تنسيق على مستوى عالي جدا جدا وتواصل بيننا احنا كمصريين من خلال طبعا القنصليات المصريه. قدرنا وابروتش المصريين بالتجمعات بتاعتهم، وحقيقي كانت ميزه كويسه جدا جدا. ما يميز برضك الاتحاد بتاعنا المصريين للخارج بامريكا ان احنا منتشرين لغايه دلوقتي في حوالي 32 ولايه في امريكا. جميل. فطبعا من خلال المقرات بتاعتنا، طبعا رئيس الاتحاد عندنا مستر رأفت صليب في لوس انجلوس، وانا هنا سعادتك النائب في الساحل الشرقي، فدايما على تواصل مستمر. بنعمل زيارات، كنا للكنائس، عملنا زيارات للمساجد، عملنا مؤتمرات داخليه وزيارات ولقاءات مع الاصدقاء، مع الاهل، مع الاصحاب، وبرضك من خلال اولادنا اللي هم في الجامعات. يعني بنحاول عمليه الوعي برضك، نحاول نوصل لهم ان ازاي هم يبقى في ترابط. ولما جت فرصه الانتخابات دهيت قلناها فرصه يعني جميله جدا ان احنا ازاي نعبر لبلدنا
من خلال الترابط، انا عايز اقول الترابط المصري والاسري في نفس الوقت. صحيح. احنا حبنا جارف لمصر يا فندم، وزي ما بنقول حبنا بيختلف كليا عن حب احنا لينا نظره مختلفه عن نظره المصري داخل البلد. عشان كده احنا قلنا فرصه الانتخابات دي نعبر بيها. احنا فعلا دلوقتي مش عايز اخش في الناحيه السياسيه، بس على الاقل احنا شايفين ما يحاك ببلدنا، ده اللي خلى فعلا في اندفاع، وهتشوف حضرتك في الساعات القادمه ان شاء الله اكيد بالصوت والصوره مدى تهافت المصريين ان هم يروحوا يطلبوا اصواتهم للصالح العام ولصالح مصر، لان حاسين بمدى الضغوط اللي على بلدنا وما يحاك بينا من العالم الخارجي. فعشان كده المصري حاسس ان هو صوته غالي جدا جدا، وهتشوف حضرتك حاجه مختلفه خالص المره دي في الانتخابات. أكيد، كل الشكر ليك الأستاذ عصام يوسف، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية للمصريين في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا.